طب قضية العائدون من داعش يا فندم، هل طرحت أيضا، وخصوصا إن الأطراف اللي حضرتك ربما قلتها كما تكتوي بنار الإرهاب أيضا تعاني من نفس الموجة، يعني وإن كان لها الموجة دي يعني ما تبقاش يعني صحيح ثابتة بس، ولكن لها أيوة القضية دي قضية مهمة، وأؤكد لك إن هي أثيرت لأكثر من ضيف، وخصوصا وإحنا كان عندنا تجارب سابقة، كان عندنا العائدون من أفغانستان، وكان عندنا الجماعات المتطرفة السابقة، وكذلك في بلدان عانت من متطرفين بأشكال مختلفة في ظواهر مختلفة في الأديان. بهذا الشأن هناك مقترحات لصياغة برامج لإعادة التأهيل، وهناك مقترحات لهل تكون هذه البرامج برامج إعادة التأهيل متكاملة من الزوايا المتكاملة، سواء كان من الناحية الفكرية وناحية الوعي الديني، وكيف تقدم لهؤلاء البرامج لإعادة اندماجهم في الأوطان مرة أخرى. دي شيء مهم جدا، لأن هؤلاء وقد عرفنا أنهم رافضين للفكرة الوطنية وده رافضين للدولة الوطنية، فكيف يعاد اندماجهم في الأوطان والوطن مرة أخرى إذا لم يكن طبعا عندهم مسؤوليات أمنية أو كذا، دي قضية أخرى، وكيف يعاد التأهيل النفسي شيء مهم جدا، والتأهيل النفسي خصوصا بعد هذه المرحلة التي يمر فيها الرجل وتمر فيها المرأة بشيء يبعده نفسيا عن الإنسانية، فكيف يكون هذا، وده بيبقى بمستويات كثيرة، فده تمت مناقشته في بعض حوارات المؤتمر، وبعض الناس قدموا من بعض الدول الشقيقة قدموا بعض التجارب، وإحنا طبعا عندنا تجربة العائدون من أفغانستان وعندنا تجارب مختلفة وتداول الرأي فيه، وكان الاقتراح الأول بعد بأن يكون الأمر من زوايا مختلفة، الزاوية القانونية ودي حاجة، وكذلك زاوية إعادة التأهيل والتربوي والنفسي والتربوي والفكري حاجة تانية. صحيح.